السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وصحة جيدة. أنا الإخوان الطريق اللي كدير مرسل الخير تمارة في الخلف ديالي أنا سيدي حياء وتامسنا، وهنا الغابة الإخوان، الناس معيدين في الغابة، الغابة الإخوان، الناس معيدين في الغابة. غادي نشوفوا الأمور كيفاش دايرة، كيفاش شنو كاين هنا. بسم الله هانتوما الخوت تبارك الله ما شاء الله، الناس معيدين في الغابة الخوت، هانتوما كتشوفوا معنا تبارك الله، اللهم بارك. الناس معلقين البهايم في الغابة تبارك الله، الله يسخر الأمور. فكرة زوينة، فكرة زوينة، كل واحد كيختار الوجهة ديالو. كنشوف مجموعة من الأسر الإخوان، مجموعة من الأسر يعني اختارت الوجهة ديال الغابة. الناس عيدوا في الغابة تبارك الله، الله يسخر بالصحة والراحة، عيد مبارك سعيد. كنحاولوا نقرب لكم الأجواء تبارك الله. العشرات من الأسر الإخوان، العشرات من الأسر اختاروا الغابة كوجهة. انتم كما كتشوفوا معنا عندنا في الجهة المارس، عندنا في الجهة اللي كدير جهة الشيقة، وعندنا كذلك في الاتجاه اللي كدير تامسنا. اللهم يسير، الله يسخر الأمور. فكرة زوينة، طبيعة الحال خاصة يكون عندك غير الأمور ديالك كلها، تكون معك هذه أهم نقطة، يعني تكون معك الأمور ديالك كلها باش تقضي الغرض ديالك، ما تلقاش الإشكال في شي حاجة من اللوازم اللي غتقدر تحتاج. هذا هو اللي كاين تبارك الله ما شاء الله. فكرة ممتازة في الهواء الطلق. مشاهدينا الكرام، في هاد اللحظات غادي نخرجوا من الغابة. أنا قلت ما عرفت شنو كاين هنا، شنو واقع، ولكن لقينا الناس مساكن معيدين هنايا، اختاروا الوجهة ديال الغابة، اختاروا الغابة وجهة باش يدوزوا فيها الوقت ديالهم، يدوزوا فيها العيد ديالهم. الله يسخر الأمور. كيف ما قلت لكم العشرات من الأسر هنا في اليسار ديالي، كذلك مجموعة من الأسر اللي هبطوا للغابة. بالصحة والراحة وعيد مبارك سعيد، اللهم يسير. كذلك أنا أقصى اليمين، فكرة زوينة، الناس اللي فايتين عيدوا في الغابة يعطيونا كيفاش كدوز عندهم الأجواء وكيفاش دايرة الأمور، شنو الحويجات اللي ما خاصناش ننساو. صراحة عمري ما جربت هاد القضية بهذا الشكل هذا، خصوصا نهار العيد، يعني الناس ذبحوا برا، قضوا الغرض برا. فكرة ممتازة تبارك الله، البهيمة معلقة وسط الشجر تبارك الله، الله يسحر. المهم تهلاو لي في راسكم، كان معكم أخوكم أيوب في هذا الفيديو خفيف ظريف من الغابة الأجواء. فنتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع الجديد. يا سلام على اجواء هنا في الجنبات. واحد النقطه كنبغي ناكد عليها، الناس اللي عيدوا هنا وذبحوا البهيمه هنا وربما شواو الراس هنا والرجلين هنا، يحافظوا على النظافه، الله يجازيكم بخير، حافظوا على النظافه، الله يرحم ليكم الوالدين. كاينين الناس اللي غيدوزوا النهار ديالهم كامل هنايا، تيبرد الحال.